بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، انطلق شوط الختام في انطلاقات هذا المساء في هذه اللحظات، وهو شوط خاص بالجعدان المهجنات الأصايل. انطلقت هذه الدفعة لتعلن عن حضور في هذه الأمسية لهجن العاصفة وهجن مشاركة أخرى من خلال هذه اللحظات وهذه التحديات الجميلة. حضر الجميع في المنافسة والتحدي، ولكن من البداية كانت هجن العاصفة حاضرة بالمنافسات المعهودة كما عهدناها منذ بداية أن عرف هذا الشعار وصال وجال في الانطلاقات. نتابع الآن مع حضراتكم مشاهدينا الكرام انطلاقة بداية الختام لهذه الأمسية والبداية لمرموق لهجن العاصفة، من تحتل المركز الأول، بينما في مرموق في عملية تضمير الواثق حمد بن راشد بن غدير. شوف المركز الثاني، وصل الآن ضيف وخذ المركز الثاني في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. عملية تضمير ضيف لدى عبد الله بن علي بن واسم المركز الثالث، يصل في هذه اللحظات الآن غزيلان من يحتل المركز الثالث ويقع في هذا الموقع لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم. عملية تضمير لدى غانم بن مسفر بالقوبع. أما المركز الرابع، وصل الآن في هذه اللحظات طمع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. عملية تضمير طماع لدى سعيد بن عبيد الحميري. والمركز الخامس، بينما الدور على طوفان، هنا الدور والانتقال لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي. يضمر طوفان كاسب بن سالم المسافري، يصل في هذا الدور طماع. لا تسافر لا تغادر، انا موجود مع مرموق. هذا هو مرموق، ياتي في المركز الثاني لهجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير، من يتابع في عملية التضمير. وطماع مسيطر ومرموق يحاول، طماع ومرموق، مرموق وطماع. مشاهدينا الكرام، لحظات ختامية جميلة، ولكن المسيطر حتى هذه اللحظات لازال طماع على المركز الأول. المركز الأول يخطف المركز الأول في لحظة جميلة، في لحظة مثيرة، في لحظة تحدي، ليهدي لنفسه هذا الفوز وهذا الناموس. هذا هو طماع مشاهدي الكرام. تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم على هذا الفوز وهذا الاندفاع. كذلك التهنئة تصل إلى المضمر سعيد بن عبيد الحميري وخطف المركز الأول في الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس على هذا الفوز، هذه لحظات وصول طماع إلى المركز الأول. المركز الثاني يأتي مرموق لجن العاصفة. المركز الثالث لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نجد. المركز الرابع لجن العاصفة كحيلان. المركز الخامس يأتي غزيلان لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم. كانت هذه النتيجة مشاهدينا الكرام حاضرة في لقاء هذا المساء وهذا الشوط. هنا يأتي طماع بتسع دقائق 45 ثانية، خمسة أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. تهانينا إلى المضمر سعيد بن عبيد الحميري. بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام وصل بتسع دقائق 47 ثانية، خمسة أجزاء من الثاني. تهانينا لهجن العاصفة مع مرموق، وتهانينا المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. تسع دقائق 47 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. المركز الثالث وصل نجد لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، قاطع المسافة بتسع دقائق 51، تسع دقائق 50 ثانية، تسع أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس كذلك لطارش بن مبارك بالقوبع.